جيت سعيد باش نحترم علينا العرس ديالها، الله يوفقها والله ييسر ليها، وحنا جد سعداء باش نشوفوها مع راجلها وان شاء الله بالرفاه والبنين. شنو النصيحه اللي ممكن تعطيها هي داخله القفص الذهبي؟ والنصيحه هو يصبر معها وهي تصبر معها، هذا هو الزواج. الا ما صبرش هو وصبرت هي راه ما كاين والو. الله يوفقهم للخير. بحكم تجربتك كفنان، يعني واش ساهل انك تجمع ما بين الفن وما بين الحب وما بين الزواج؟ الا عطاك الله شي مراه مرضيه تقدر تجمع، عطاك شي وحده بغات تتعشى وتتغدى وتخرج محال. انا من التجميل الغناء للتمثيل. وي التمثيل والغناء والميكاب المهم، فيما القدره حتى فيما كانت ميمي انا معاها. السبع هو اللي كيجيب الدرهم منين ما كانت. التجربه ديال التمثيل كيفاش جات؟ يعني تخدم قدام الكاميرا؟ عادي عادي جدا، ان شاء الله عندي التصوير مع بشرى انجور في لو 6 ديسمبر، شوف جابت واحد الاخرى ان شاء الله. والغناء؟ بيان سو خير خير كاين. تبارك الله اللي كانت الاغنيه عند درت صدى ولو ان الانتقادات. شنو تقول للناس اللي انتقدوك في الاغنيه؟ شوف ما كاينش انتقاد، لان الكلمات كما الكلمات اي واحد تعيشهم. شوف لما كانش انتقاد بناء ما كاين والو. حياتي هذه عجباني. واش كاين دقان في حياتي هذه؟ كاين دقان، شويه دقان في حياتي؟ لا 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 ما شوف انا ما كندقش، حيت حبست انا كنعبر على راسي وعلى داكشي اللي بيا وصافي، لان الاغنيه كتهضر عليا انا. شنو موجد لينا قنانه؟ كاين ان شاء الله اغنيه شعبيه اسمها الجوكر، وكاين فيلم سينمائي، وكاين بزاف السوربرايز ان شاء الله. غنشوفو غنشوفوك تغني من غير الشعبي. الشعبي الراي الشعبي بوحدو الشعبي. والتمثيل كذلك مشد لينا شعبي ان شاء الله. كاين ادوار كيعتمد ادوار كوميديا ان شاء الله تنال اعجاب المشاهدين. يعني واش تقدر تمثل مثلا في الدراما؟ يعني واخا ما شوفوك وي الدراما نقهرك. انا قريت المسرح، هي ما كانتش تعطاتني يد المساعده لان كانت الحاله ضعيفه وكنا تنقرا في مدرسه ديال الدوله، ولكن الحمد لله ربي عوض. اليوم ملي عوضك الله باغي تدير ديك التجربه ديالك. اي حاجه انا مرتاح فيها ندير فيها. غتغني لينا اليوم قناه؟ ايوا انت عاد تشوف، انت عاد تشوف. حنا غنحضروا لك. يلاه معنا. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.